يعتبر الألماس الخام مشروع مربح جدا، وقد لا أبالغ إذا قلت أنه أفضل مشروع استثماري بربحية قد تصل إلى 1000%. يعني لو استثمرت مليون دولار قد تعطيك 10 ملايين دولار. هذا بالنسبة للناس البيض العادي. أما بالنسبة للأحجار الكبيرة أو ما يسمى بفانسي دايموند، الألماس المنور الفاخر، فالربح قد يكون أكثر بكثير من ذلك. وهذا الأمر يختلف على حسب من اشتريت من عنده الحجر. فالأشخاص نحن الآن نشتغل في أكبر شبكة لخبراء ومصناصرة الألماس الخام عبر العالم. هؤلاء الأشخاص يقومون بجمع الألماس الخام للبيع، المتواجد للبيع، على أساس أننا نقوم نحن بشرائه، مجموعة المستثمرين. لدينا مجموعة خبراء، مجموعة صناصرة، ومجموعة المستثمرين. الشخص الذي يدير الألماس إذا كان يعرف قيمته، فهذا ممكن تربح معاه من 100% إلى 1000%. يعني حجر تشتريه ب10,000 دولار، أقل شيء تبيعه ب20,000 دولار، وقد تبيعه ب100,000 دولار. لكن إذا اشتريت الألماس الخام من شخص لا يعرف هذا الألماس ولتو وجد أحجار، هذا الربح قد يكون يعني خيالي. ولهذا من يريد أن ينضم لمجموعة مستثمري الألماس الخام فليتواصل معي عبر الهاتف الواتساب الذي تسجلوه في آخر الفيديو. شكرا لكم والسلام عليكم.